النادي الأهلي في الريادة دايما، ودايما هو اللي بيبتدي. ومشروع اللائحة ده لا يجوز ان النادي الأهلي العريق اللي اتعمل من 1907 اكبر نادي في الشرق الأوسط وفي مصر ان ما يكونش له لائحته ويكون شغال بلائحة اخرى. فكان مجلس الإدارة بأول يوم جه ابتدى يشتغل في موضوع تجهيز لائحة للنادي، وجهز صياغة بلجنة صياغة ولجنة مركزية وشكل لجان، وخرجت للنور مشروع اللائحة. مشروع اللائحة ده هي دي ليست لائحة نهائية، ولكنه مشروع لائحة. اللائحة اتعملت وفيها مواد، هذه المواد قبل للإضافة والحذف والتعديل، وتم كان قرار المجلس المحترم ان يبقى فيه حوار مجتمعي خاص بالمشروع اللائحة، وتم الانتشار في الثلاث فروع بالنسبة للنادي، منهم طبعا فرع مدينة نصر الاهتمام بهذا الموضوع. وتم توزيع التفاعل مع الأعضاء، توزيع مشروع اللائحة، تلقي طلبات الأعضاء في على مقترحاتهم وتوصيلها للسيد المدير التنفيذي. فالأمور الحمد لله ماشية في إطار محترم جدا. بس أنا لازم عايز أوصله إن السادة أعضاء جامعة عمومية إن النادي الأهلي لا يجوز أن يكون له لائحة، فلا بد من التواصل والتفاعل مع المشروع والآراء تتقال. وبندعو الناس إنها تتواجد في يوم 28 إن شاء الله، لأن النادي الأهلي لا بد أن يكون له لائحته. لا يجوز إن النادي الأهلي لا يعمل بلائحته اللي هو عمله، ودي إن شاء الله هتبقى لائحة نموذجية نتيجة اللي بيتم ده، ان هو موضوع المناقشات وورش العمل. هنا في مدينة نصر اتعملت اكثر من ورشة عمل لمناقشة اللائحة، وحصل اجتماعات. حاليا واحنا واقفين دلوقتي في لجنة الرواد عاملة بورشة عمل لمناقشة مشروع اللائحة. ففي الاهتمام في عندنا الحمد لله، في عندنا تم عمل تجهيز مكان لمناقشة السادة الاعضاء، وكلهم متطوعين اعضاء النادي، وفي تواصل كويس جدا مع الاعضاء. الاعضاء يعني توزيع اللائحه ماشي يعني بمعدلات كويسه جدا، تفاعل الساده الاعضاء ماشي كويس جدا. في اكتر من طريقه للساده الاعضاء لتوصيل مقترحاتهم وارائهم، هي اما عن طريق الايميل او عن طريق اداره النادي عن طريق الصناديق. فكل هذا متوفر للاعضاء، في تجاوب كويس جدا، في حب من الاعضاء لناديهم، في الاهتمام بكل واحد بيقول رأيه وبحرية كاملة دون رجوع. احنا بنتفاعل مع الأعضاء وبنوضح ان هذا مشروع لائحة وليس لائحة نهائية. فأنا بدعو الأعضاء انها تتواجد بكمية ان شاء الله يوم الجماعة العمومية علشان تقول رأيها في اللائحة، وتخرج للنور بقى لائحة النادي الأهلي. ودايما النادي الأهلي لابد ان يكون له لائحة. عضو النادي الأهلي او عضو الجماعة العمومية عموما سواء في مدينة نصر او في كافة الفروع، عضو مثقف، عضو بينتمي لنادي، عضو بيحب نادي، عضو بيتفاعل مع نادي. بالنسبة لمدينة نصر احنا طبعا متواجدين في وسط الناس، عاملين اكتر من مكان لتوزيع اللائحة. حضراتكم بتيجوا انتوا كقناة وبتقابلوا الاعضاء وبتسمعوا ارامهم بحرية كاملة، كل واحد بيقول ما لديه. فموضوع توفير كافة الامكانيات، التواصل المستمر مع اعضاء الجماعة العمومية من ادارات النادي المختلفة، حب أعضاء الجماعة وحب أعضاء النادي لناديهم، خوف أعضاء النادي على ناديهم، وأن حبهم أن يكون النادي الأهلي لابد أن تكون له لائحته، ده اللي عامل هذا التفاعل والتناغم وهذا المنظر الجميل الرائع اللي حضرتك بتشوفه. مشروع عائلة نادي الأهلي اللي كان مجلس إدارة تفضل وبينفذه ده في له ردود افعال عاليه جدا عند الساده الاعضاء. الناس حاسه او الاعضاء حاسين بكل ما يفعله مجلس الاداره واداره النادي بتوفير كل ما وعد به في عائله الاهلي، منها طريقه والتوجيهات مستمره، الرقي والتعامل مع الساده الاعضاء وتفهم وجهات نظرهم وتلقي كل مقترحاتهم بسهوله ويسر، بحيث ان العضو يقول ما لديه فعلا. وفي ناس متخصصين في القانون وفي الصياغة وفي كافة الفروع وفي الاقتصاد زي الدكتور فاروق عقده مثلا. فالنادي المجلس موفر كل حاجة، ومن ضمن اهتمامات مجلس الإدارة بمشروع اللائحة ان في ندوة هنا ان شاء الله او تجمع يوم الجمعة ان شاء الله 7/9، وهيبقى في لقاء مباشر مع السيد رئيس النادي واللجنة، وهيبقى في حوار مباشر مع السادة الأعضاء. فعلا المقترحات اللي تقدمت من الأعضاء الجماعة والسادة الأعضاء في جزء كبير منها تم تعديله وصياغته وتعديلات،
تم التعديلات فعلا وطلعت على مجلس إدارة وفيها حاجات المجلس وافق عليها، ففعلا التفاعل والتناغم موجود ما بين مجلس الإدارة وبين أعضاء الجمعية العمومية اللي هم أعضاء النادي الأهلي المحترمين. أنا طبعا بطلب من السادة أعضاء اللي هم مش محتاجين طبعا حد يقول لهم حاجة، لأن هم ناس كلهم محترمين وعلى مستوى المسؤولية وبيعشقوا النادي وبيعشقوا ناديهم، إن لازم إحنا نحدد مستقبل نادينا بمراجعة اللائحة ودراستها ونقول مقترحاتنا، وفي النهاية بتطلع لائحة دي لسنوات قادمة، وإن شاء الله نروح يوم 28 ويبقى اللائحة إن شاء الله بإذن الله تحوز رضا الأعضاء ويوافقوا عليها إن شاء الله. فأنا بدعو الناس تتفاعل مع المشروع اللائحة وتقرأ وتقول رأيها، وفي نفس الوقت في استجابة كبيرة جدا من مجلس الإدارة بخصوص التعديلات اللي بتتم وفقا لطلبات الناس، والتواجد المهم التواجد يوم 28 يوم الموافقة على موضوع اللائحة. هو أسرة النادي الأهلي الخطيب من يوم بدايته في النادي الأهلي، فبيعتبر النادي ده هو البيت، ما كانش البيت الثاني البيت الأول موجود، لأن اللاعب بيقعد فيه من صباح ربنا لآخر النهار. يعني لغاية ما أتذكر أنا محمود الخطيب بعد ما انضم للنادي الأهلي في يوم واحد لعب ثلاث مباريات، في يوم واحد ثلاث مباريات في أرض المصانع في مصر الجديدة لعب مباراتين وراح النادي الأهلي عشان يتغدوا في النادي الأهلي في الجزيرة، لعب مباراة ثالثة في يوم واحد. يعني حب البيت بيبان من البداية من العنصر الأساس، من النهاردة في الجيل بتاعنا يلعب ماتشين ورا بعض أو ثلاثة، ده هو في نشأته. فكلمة البيت هي أي تجمع بين أفراد، هو ده كلمة البيت، هي دي العيلة، هو ده الواحد اللي يبقى مسؤول العيلة كيف تدير أمورها وبشكل جماعي وبشكل إنكار ذات، والأنا ما تبقاش موجودة. ده اللي بيتميز فيه برنامج الخطيب، العيلة، بيت الأهلاوي، هو ده البيت الأهلاوي. كان هنا في ندوة اجتماع للجنة الرواد وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وكان الخطيب فتح الباب يعني كل واحد يقول اللي عايزه ايه المشاكل اللي بتتعرض له، فاقترحنا انه ليه اللائحة اللي هي مجلس إدارة كل يوم عمال بيجتمع بيشوفها ما نعمل يعني انفتاح أسري البيت، أهل البيت يتكلموا فيها، نسيب القعدة زي قعدة الدوار في البلد يتكلموا في اللائحة دي، كل واحد يتكلم يقول اللي ليه. ففعلا هو نريها في الجلسة دي وقال هنخلي كل اللجان تخش تتكلم في اللائحة ونبعت صور من هذه اللائحة للجان وتجتمع، وهي اللجان دي هي اللي هجيب أعضاء الجمعية العمومية أن يحضروا يقولوا نعم أو لا. احنا مش عايزين نجبر الناس على لا شيء مش عاجبهم، ولا نقول نعم لحد الشيء عاجبه زيادة. فده هو الإطار اللي اتخذ انه يتعمل اجتماع. افضل شيء تم المشاركة المجتمعية لإثبات انها عائلة النادي الأهلي، مشاركة الجميع. مش شايف في حد ما اشتركش، مشارك يعني اللائحة اللي هي مشروع اللائحة اللي موجود يفوق طبعا مشروع اللائحة الأولاني اللي كان موجود ولم يعتمد. المناقشات بتاعتنا النهاردة في البنود اللائحة وده كذا، الناس بتتكلم كحرس البيت بيتها، اللائحة دي بتاعتها، ده الكلام المكتوب ده عشاني أنا. فإحنا عشان كبار السن والسن كبير، الله يا عم ده احنا خلاص راحت علينا، لا مفيش راحت علينا، في ولادنا في ولاد ولادنا في أحفادنا، هو ده البيت، هي دي قيمة النادي الأهلي، الفاميلي تيم، هو ده اللي موجود. فكلمنا بصراحة بحاجات واختلفنا وصوتنا عالي على بعض، لا ازاي دي الموضوع ده ازاي، وده ازاي الموضوع ده تقوله، وده لا المفروض نبص لكذا وكذا وكذا وكذا. وفعلا كان في نظرة عدل وحقيقة وإنكار ذات، والحاجات اللي تعدلت أعتقد 70-80% منها إن مجلس الإدارة هيوافق عليها بدون مناقشة، لأن ده أمر واقع وجاية من المطبخ، مش جاية من الجنينة، جاية من المطبخ عشان تحدها إنك تاكلها سليمة نظيفة منتقاة من صفوة النادي الأهلي، أعضاء بيت النادي الأهلي اللي هي أو يتمثلوا في الرواد.
عدد الرواد عشان بس للعلم 23,000 واحد في النادي الأهلي، لأن احنا للرواد فوق 60 سنة هو الرائد بالنسبة للرجالة، والست فوق 55، فكل ما فوق هذه المرحلة السنية أدلى بدوره في الرواد. اللجنة بيديرها 11 واحد، لكن 23 واحد موجودين، والأهلي لم يبخل لا على الطفل وعلى الرواد. هكون خسران كتير يا زميلي عضو جامعة عمومية إذا لم تحضر. احضر وقول لأ حقك، واحضر وقول آه حقي أنا كعضو بيت الأهلي زي زيك، يجب أنك تحضر. وبعدين امبارح تأكيد من الأخ خالد الدرندلي والإخوة أعضاء المجلس إن العضو اللي هيروح عضو بيت الأهلي مش هياخد أكتر من 5 دقايق من دخلته وخروجه، هيمضي اسمه وهيقول نعم أو لا. وإن شاء الله أنا متفائل جدا بالشواهد الواحد عارضها، وزي ما أكد الأخي زميلي الأستاذ فؤاد إسماعيل رئيس لجنة الرواد يقول متأكد جدا جدا ويقين جدا جدا عنده أنه الجمعية هتكتمل والعدد هيكون ضربة معلم من أهل بيت النادي. احنا بنناقش اللائحة دلوقتي في كل النقاط اللي موجودة فيها، وفي الاخر هنقرر ايه اللي يضاف او ايه اللي يحذف والكلام ده، بالنسبة للرواد، بالنسبة للانشطة، بالنسبة للشباب، بالنسبة للاماكن العامة اللي احنا بنقعد فيها، نخصص حاجات للروادات الرواد يعني، ويعني كل القرارات هنقررها بعد اللائحة، بعد مناقشة اللائحة. في استجابة جامدة جدا جدا، واحنا بنلاقيش اللائحة ليه دلوقتي علشان خاطر هنقرر وبنضيف حاجات وبنحذف حاجات، وان شاء الله بعد ما تخلص المناقشة هيقرروا لنا كل حاجة حلوة لمصلحتنا. احنا بنسعى جميعا علشان نسعد اعضاء النادي الاهلي، طبعا برئاسة حبيب الكل كابتن الخطيب ربنا يخليه لنا، وهو مش متأخر عنا في اي حاجة بصراحة، مش متأخر خالص خالص يعني، قال كل اللي يريحكم خصوصا الرواد احنا هنعمله. احنا شاركنا فعلا وتناقشنا في البنود معظمها كلها فعلا، وكانت مناقشة حلوة قوي قوي، وكان فيها ناس افاضل اثروا حاجات كويسة، وفعلا فعلا عايزين يوم الجمعة ان شاء الله في وجود كابتن خطيب ان في حاجات عايزين نناقشوا فيها فعلا ونسيروا فيها، لان هي حاجات مهمة بالنسبة للرواد اصلا. يعني احنا بالنسبة للجنة الرواد بنهتم جدا بالرواد، ودي اهم حاجة عندنا، كان منها العلاج الصحي لكبار السن، دي كنا بنطالب بيها في اللجنة، ونتمنى من كابتن خطيب ان هو يهتم بيها. بالنسبة للجنة الرواد كبار السن لهم علاج، والمفروض يكون لهم علاج دوري، يعني من قيمة شهر أو شهرين كان فيه كشف هنا سكر وتقريبا نظر، وكان فعلا الناس كانت يعني مبسوطة بيه جدا. طب ليه ما بقاش فيه كشف دوري كل شهر للمسنين ولجنة الرواد؟ دي مهمة جدا جدا. في استجابة، بس هو طبعا يعني احنا عذرين المجلس الإدارة وعذرين الناس، الأمور بتيجي بالتدريج واحدة واحدة، بس في أولويات، لأن لجنة الرواد دي تحتها الأبناء والأحفاد، وهم اللي بيغذوا فكر الأولاد والأحفاد، فلازم نهتم بلجنة الرواد. دي طريقة صحية، يعني احنا أول مرة النادي يخلي الأعضاء قبل ما يقروا اللائحة ان احنا نناقشها ونشوف ايه البنود اللي هي، وان البنود اللي يعني اللي هي مش متوافقة مع النادي واحنا بنصلح فيها. والنهاردة كان اجتماع صحي جدا مع لجنة الرواد، وناقشنا 129 بند اللي في اللائحة، وان شاء الله يعني هم هنا لغايه يوم 9 مدينا فرصه ان احنا نغير في البنود في حدود القانون. طبعا السنه دي بصراحه حتى منتجع مرسى مطروح يتعمل فيه 4 افواج في الاخر، من يوم 15/9 ليوم 6/10 للرواد، ودي يعني دي في اول مره في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه للمنتجع، ومن اول شهر 5 كله كان برضه للرواد. نشارك في اليوم ده الوضع اللي لائحتنا عشان ما تفرضش علينا لائحة زي اللي اتفرضت علينا، ولازم نكون يعني موجودين اكتر من النصاب القانوني، نوصل ل20,000، ده المفروض، ده نادينا واحنا اللي بنحط لائحتنا، مش حد يفرضها علينا. لازم كلنا نشارك
واللائحه دي مهمه جدا تظهر للنور وتعتمد، يعني يتم التصويت عليها وتخرج للنور عشان يبقى لان او نمره واحد عشان يبقى نقدر نخلي فريق الكوره شركه مساهمه ويقدر ينافس ويبقى فريق الاهلي فريق عالمي.